أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا كانت الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى السلطان هل هي جائزة؟ أي نعم، قبل أن تصل إلى السلطان يستر على المسلم، بشرط أن يكون يتوب إلى الله أو يكون ليس له سوابق وهذه أول مرة، فهذا ما يرفع أمره إلى السلطان ويستر عليه إذا تاب وترك. أما إذا تكرر منه هذا فلا بد من رفعه إلى السلطان، فلا يجوز السكوت عليه. نعم.